سيارات حلب هلال حلب ما تحركت لحد هلا. تحركوا وقفوا عنا حلب، رجعوا عندوا حالهم، محمد يا ابو فاروق ايه عند هلال خي عند هلال هلال الطيارة تنزل اليهم وتسقط اليهم المعونة والاكل ولا ياتون لنا بشيء الا الخبز فقط لا غير وكل اربع خمس ايام على رغيفين خبز عايشين عليهم صابنا مرض كبد أصبحنا في أمراض مختلفة شتى بتروا أجر رجل أحد الأخوة ثم مات بعد البتر أول بتر ثاني ثم مات ودفن دفناه على أيدينا والحمد لله وليس على أيديهم والحمد لله هاي كل الشباب كانت معنا تشهد على ضيق المعاملة وعلى ذل المعاملة وعلى الإهانة بين أيدي الجيش العربي السوري الفاشل وعلى أيدي حزب الله تحبوا تروحوا اطلعوا معي باخذكم مع المصريين يلا يلا هون يا ابو محمد كنت ماشي بالطريق طلعت من ادلب وفتت على طريق على طريق الفعوق فريا اسروني قتلوا ضربوا اهاني تحشيك وكل شيء شفنا منهم السبعه وزمتها اربع كاسات رز بالنهار لعشرين شخص ما نشبع نشكي لهم انه ما نمرض مات معنا واحد ما ولا ابدا اللي بيوتهم بعيد يفوت على الهلال اللي بيوتهم بعيد وما عنده وسط نقل يفوت على الهلال كم وقت ضليت 10 شهور و11 يوم وكيف يعني التعامل معكم الزل كله زل كله زل يعني كيف تشعر انا اشعر يعني كيف حسيت حالي خلقت من اول وجديد حسيت حالي خلقت من اول وجديد الحمد لله رب العالمين بفضل الشباب والمجاهدين الحمد لله